وهذه لقطات من مستشفى الشفاء أيضا في غزة. والآن نعود إلى الصور المباشرة للقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. سنعود إلى صور مستشفى الشفاء. هذا المستشفى على ما يبدو يستقبل ضحايا حالياً للقصف الإسرائيلي على القطاع. على ما يبدو أن هناك الكثير من الضحايا لأن هناك تجمع كبير للناس. هذا المستشفى هو مستشفى الشفاء، وهذه الصور تظهر الكثير من الناس وهم يستقبلون ضحايا القصف الإسرائيلي. هذا المستشفى يستقبل الآن ناس بعد والضحايا بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي قبل قليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال. آلاف اللاجئين موجودون بالمستشفيات. في مستشفى الشفاء هناك ما يقارب 60,000 نازح موجودون في هذا المستشفى الذي ننقل صوره مباشرة على الهواء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.